مشاهدينا الكرام اعلنت انطلاقة الشوط الثامن الخاص بالجعدان الصعوب الفطامين والمسافة 1200 على بركة الله. نبدأ مع المقدمة ونبدأ مع النايلي من يفتتح الندى مع شاهين نايل بن راشد النايلي الشامسي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر عرمرم حمد بن خليفة الفلاسي من يتابع عرمرم على المركز الثاني. وبن مرخان غير مع البداية هناك شاهين راشد بن سلطان بن مطر بن مرخان غير مع شاهين مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. المركز الرابع هناك شاهين علي بن خميس بن سلطان العويسي رابعا. والمركز الخامس وصل هنا ايضا هذا الانطلاق المميز هناك في هذا الشوط سالمين مسالم الشامسي من يتابع شاهين على المركز الخامس. ولكن البداية مع المقدمة مع الصدارة شاهين مع صعب المضمرين مع هذا الشعار الصعب من يتواجد في هذا السن الصغير. يا سلام ولكن البداية غيرت هنا يا سلام هناك شاهين علي بن خميس بن سلطان العويسي. ولكن ارصد لي القدوم بن العاصف عصف العاصف مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. انطلق العاصف علي بن سالم العويسي من يتابع العاصف مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. والانفراد المميز اللي يقدمه العاصف على الصدارة تهنينا والناموس علي بن سالم العويسي على فوز العاصف بالمركز الأول. تهنينا والناموس ثاني المراكز العويسي والمركز الثالث بن مرخان. هكذا النتيجة للثلاثة المراكز المتقدمة في هذا الشوط. أعود مشاهدين الأعزاء بالتهنية لعلي بن سالم العويسي على فوز العاصف بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس.